انت مين اقرب لاعب ليك؟ استنى بس يعني كمل القصه دي، مين اقرب لاعب ليك في الفرقه؟ خد بالك عشان ده اختبار على الهوا. لا لا ده اختبار سهل جدا. مين؟ عمرو الجندي. والله طب قول الو كده. الو قول. لا صوت جامد يا هاني. الو يا كابتن اياد. انتوا محضرينها بقى. محضرينها طبعا. كابتن عمرو الجندي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيك يا كابتن هيثم، واهلا بكابتن اسامه، وحلقه جميله ومبسوط ومتفرج عليكم. ده لسه انا غششته الاجابه يا كابتن عمرو، اهلا بيك طبعا معانا. قعدت اقول له خد بالك الكابتن عمرو معانا على الهوا عشان ما يقولش اي اسم تاني، فانا بهدي النفوس عشان ما هو جاوب. ما حصلش. ما انت عارف يا كابتن. طب ما بلاش هنقول على الهوا. طب يا كابتن عمرو بعد اذنك، كان في مباراه الاتحاد الباص لما نزلتوا تاخدوا الباص كده الفندق الصبح، حصل ايه وكابتن ايهاب امين ما لقيتوش وسطيكم كده؟ كابتن ايهاب امين، اول حاجه بقول له مبروك التجديد الاول، ويعني ان شاء الله يكون 3 سنين حلوين وتقدر نحقق فيهم حاجات كتير. ثاني حاجه يوم ماتش الكاس احنا كنا بنعمل ووك اراوند مع الجهاز كده، بنتمشى الصبح، بعدين الاتوبيس اتقفل عليه، الناس بقى نزلت ايه تزعق شويه كده، فاحنا في الاهلي بيحوش واللي حد عنده صوته وكده. ايهاب امين طبعا كان في الاوضه فوق ملوش علاقه باي حاجه، بثانيه لثانيه. طب ده بقى كابتن احمد الجرحي كمان، لان الكابتن احمد الجرحي موصيني قال لي ان انا بدافع عنه طول الوقت وانت مسكتها له يا كابتن عمرو، قلت له ادي ايهاب اللي انت بتدافع عنه طول الوقت. هو احنا في الاخر من جوه بقى الفرقه كلها وقفت والدكتور وقف وكده لحد يعني عشان الناس اتعصبت شويه من الاتوبيس عشان كان قافل السكه وقت طويل، حتى نزلنا اتمشينا شويه بعدين فين امتين ايهاب وامتين ايهاب لقينا فوق لقيناها بيشرب اللي هو الحاجات اللي هي بعض التمرينه وقاعد مش اي حاجه حصل. خلينا ايه يعني ايه اللي هيحصل يعني. لسه اقرب لاعب ليك؟ اه كده دبعك على الهوا. لا لا هو دي الحقيقه. انت اللي بعتهم يومين. لا قول لي يا عمرو، يمكن جمهور الاهلي رابط يعني بينكم وبين بعض بشكل كبير، يمكن انتوا جيتوا يعني في سنتين ورا بعض، و يعني انتوا كنتوا يعني نجوم في انديتكم وجيتوا النادي الاهلي، عندكم نفس الطموحات نفس الامال، يمكن جمهور النادي الاهلي بيربط بينكم وبين بعض، ايه سر الربط ده؟ احنا يمكن احنا اصحاب يعني من ساعه ما لعبنا، هو في امريكا لعب كان في 2015 مع منتخب، كان هو لسه عنده تقريبا 20 سنه وجه معانا بطوله افريقيا، بعد كده سافر وهو مسافر كنا علاقتنا برضه كويسه وبنتواصل يعني، هو في امريكا ولما رجع مصر قبل ما يروح الاهلي قبل ما الاهلي يشتريه يعني كنا على طول يعني رجعنا اتكلمنا وكنا نتقابل، هو في التجمع كان عايش كان مع اخوه وانا ساكن في التجمع، كنا على طول بنتقابل وكده، وحتى السنه اللي انا هو كان فيها في الاهلي احنا على طول كنا بنتقابل ايام الاجازات بعد الماتشات، كنا على طول اللي بيكسب بين اهلي والجزيره هو اللي يدفع العشاء تاني يوم. يعني ده احنا كنا اصحاب قريبين لحد بقى ما هو كمان كان يعني في وقت المفاوضات يعني كان معايا يعني وكان مناجي الاهلي، فهو صاحبي يعني. ده انتوا حتى عمرو لما في دوري التجمع انت خدته 6 اكتوبر كمان، انتوا بعيد عن بعض. طب قول لي يا عمرو، انت حتى في يعني لما حصل وجت كورونا، يعني يمكن انتوا بتهيألي مع بعض، يمكن كورونا جت لكم مع بعض في نفس التوقيت انت وعمر وايهاب، يعني حتى لما جت الكورونا جت لكم مع بعض. هو انا تاني مره بيبيعك على، بقول لك هو اللي عداني. دي حقيقه، انا جت لي الاول، انا بهدي النفوس. يعني انتوا اول ما عرفت ان ايهاب جاله كورونا انا وقتها كانت مراتي حامل وانا لعبت تاني ماتش وهو رجع من الاسماعيليه، فانا رجعت قلت لها بص ايهاب جاله كورونا وانا كده بنسبه كبيره اكيد اتعديت، فانا هقعد لوحدي لحد ما لو ظهر عليا حاجه. برافو برافو. تاني يوم ظهر عليا العقد على طول. برافو، بس يعني ده ذكاء منك، لان طبعا مراتك حامل وبيبقى خطوره كبيره على احنا بنبقى قاعدين في اغلبيه الوقت مع بعض في المعسكر، فدام هو جاله كورونا خلاص يعني خلاص. رحت قلت خلاص كده اول ما انا معاك. طب عمر ما كانش معاك، طب عمر جاله ليه؟ عمر معايا في الاوضه، انا بقعد مع عمر طارق في الاوضه كمان يعني. فانت رحت بقى انت من ده لده لعمر. انا اللي عديت عمر الصراحه. ما هي بتيجي كده، ما هو يمكن الربط في كل شيء، انا في الحلوه والمره. فانا معاك، انت تروح فين؟ خدت كورونا خدها معاك. كابتن عمرو انت بتتكلم عن الصداقه اللي بينك وبين كابتن ايهاب، هل كان ليه دور في انك يعني يشجعك على فكره الانتقال للنادي الاهلي، ان وجود ايهاب امين والثنائيه دي والصداقه دي؟
اكيد طبعا. يعني هو وقتها هو كمان انا قلت اول ما جيت ان هو في اوقات ايهاب لما بنبقى احنا في الاوف سيزون بيبقى عند في التجمع على طول بيجي لي البيت على طول بنقعد مع بعض. وكنا في اوقات كان لما بشوف في موضوعات كان بيبقى هو اللي قاعد جنبي اصلا يقول لي لا ما تردش واخليك واستنى. فدي من الحاجات اكيد اللي حمستني. وبجانب طبعا حاجات كتير يعني ان عمر مثلا كان هيجي معايا النادي الاهلي كانت صفقه هتخلص ان احنا الاثنين نيجي مع بعض. احنا برده كنا متربيين مع بعض والفريق الاهلي كان الناس كلها كانت مرحبه بيا في الفريق الكباتن بتوع الفرقه مودي الجحي وابراهيم الجمال. بس ايهاب برده اكيد كان ليه دور كبير برده. طب هو كان ليه دور كبير انت تيجي؟ طب انت كان ليك دور جديد انه يجدد؟ يعني ليك دور كبير في تجديده؟ انا الناس بقت تبعت لي يعني قربت بيتخانق معايا عشان ايهاب ما بيجددش. بقت علامه ان انا قلت له الكلام انت لازم تسيطر عليه، انت لازم تقول له يجدد، انت لازم تقول له لا ما ينفعش، انت جبتني من الجزيره عايز تمشي. ايهاب يعني كان عايز يقعد يعني على طول. انا كنت مطمن ان هو يجدد يعني في النادي الاهلي، هو كان حابب المكان وهو راجل يعني مخلص للنادي وكان هو مبسوط مع الجماهير ومع الفريق. ويعني ربنا يكرمه يعني في الثلاث سنين الجايين ويقعد كمان اكتر من كده مع النادي الاهلي. كابتن عمرو بالتاكيد يعني سعداء بحضرتك، ولكن حابين نسالك السؤال. لما سالنا كابتن ايهاب امين عن طموحاتك مع النادي الاهلي قال بطوله الدوري مركزين فيها بشكل كبير والمشاركه في بطوله افريقيا وان شاء الله الحصول عليها. شايف ده ان شاء الله فريق النادي الاهلي قادر على تحقيقه؟ بالظبط. هو احنا من اول ما جينا والفرقه دي اتجمعت احنا كان هدفنا ان احنا حتي انا قلت للكابتن ايهاب احنا محتاجين كنا مش نكسب بس، احنا محتاجين نهيمن ان احنا نسيطر نكسب كده ثلاث اربع سنين نفضل نكسب بس. السنه اللي فاتت ما حصلش نصيب، خدنا بطوله من ثلاثه، السنه دي ماشيين في الطريق الصح اللي كسبنا ثلاثه من ثلاثه ولسه ناقص البطوله الاهم اللي هي بطوله الدوري. فان شاء الله دي هي دي هدفنا الاكبر ان احنا محتاجين نرجع الاهلي توت افريقيا. يعني انا لما بتفرج على الفيديوز بتاعت بطوله افريقيا اللي كانت في النادي الاهلي بالجماهير وكده انا نفسي اكسب افريقيا مع النادي ونفسي البطوله كمان لما بتلعب في افريقيا ممكن تبقى فيها جماهير وكده. انا بقالي داخل سنتين في النادي الاهلي وما لعبتش ولا ماتش بجمهور مع النادي، دي حاجه انا نفسي تحصل. فده الهدف زي ما بيقول ايهاب الاول حاجه طبعا مش هلعب افريقيا وانا هروح الخطوه دي غير لما نكسب الدوري العام. فدلوقتي كل تركيزنا على بطوله الدوري عشان ننقل كمان موسم يعني نقفله كويس جدا، يبقى اربع بطولات بطوله عربيه ومرتبط وكاس. تبقى اول حاجه يعني مش ما حصلتش في تاريخ مصر اصلا كتير، يمكن مره او مرتين وفي تاريخ مصر كله، تبقى مره في تاريخنا احنا كلاعيبه اغلبيتنا ما حدش عملها قبل كده، ويعني تبقى موسم تاريخي يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن عمرو ان شاء الله. في اي حاجه حابب تقولها لكابتن ايهاب؟ عايز تبيعه على الهوا في اي حاجه ثانيه غير موضوع الباص؟ ايهاب بيقول لك كفايه كده. طب انت يا كابتن ايهاب يعني حابب توصل له اي رساله او اي حاجه؟ لا طبعا يعني مفيش حد سامعك. لا لا خالص. يمكن عمرو من اقرب الناس ليا، ويمكن يوم ما جددت كان يوم الجمعه، كان الخميس بالليل كنا مع بعض، ويمكن اول ما روحت كلمته يعني اخويا قال لي ان احنا خلاص بكره هنروح نخلص في النادي. يمكن اول حد كلمته كان عمرو اليوم ده، ف يعني اللعبه جنبه ممكن انا مش بقول له كده واحنا مع بعض بس ممكن اقول له كده على الهوا، يعني اللعبه جنبه طبعا مريح جدا، معاك نجم زيه بيشيل عليك ضغط كتير قوي، فطبعا هو عارف يعني الكلام ده، وان شاء الله نفضل مكملين مع بعض في النادي الاهلي فتره كبيره ان شاء الله. وان شاء الله عجبني جدا المصطلح بتاع الهيمنه، مش الفوز فقط بالبطولات، باذن الله هي دي جينات النادي الاهلي. بنشكرك كابتن عمرو وشرفتنا، وباذن الله تشرفنا قريب في الاستوديو باذن الله، وباذن الله النادي الاهلي يحقق بطوله الدوري ويحقق دوري ابطال افريقيا باذن الله. شكرا كابتن عمرو. ان شاء الله ان شاء الله. مبسوط اني طلعت معاكم. مع السلامه حبيب حبيب.